عرفت العرب النفط قبل الإسلام، وهناك شعر وأمثال وأشياء كثيرة، وسمته نفط وسمته قار وسمته قطران وأسماء مختلفة. التركيز على التسمية هنا مهم جدا. ليش؟ لأن له انعكاسات سياسية. بمعنى؟ بمعنى عندما نتكلم مع الأمريكيين، الأمريكي يقول نحن اكتشفنا النفط في الظهران، وهذا النفط لنا لأن نحن اكتشفناه. نحن نقول له قبل 2000 سنة أنا عندي تاريخ، عندي شعر، عندي أمثال، وتروح فيها وين؟ هل صحيح أنه 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 كان في إدارة عند العباسيين مختصة في موضوع النفط؟ أول ما يمكن تسميته بوزارة للنفط حصلت في عهد المأمون، في عهد العباسيين، بسبب كثرة ما يسمى في ذلك الوقت القيارات. لأن كان النفط يطفو والناس تأخذ له استخدامات متعددة، منها استخدامات طبية ومنها استخدامات في السفن أو لسد الشقوق أو أشياء مختلفة، فأصبح له قيمة في السوق وكثرت. وبسبب هذه الكثرة طبعا وجدوا أن هناك إشكالية فيها فتحتاج إلى تنظيم، فوضعوا لها تنظيم ووضعوا لها وزارة. فكان أول كيان قانوني للاستثمار في النفط كان في أحد العباسيين، هم أول من جاء بذلك. والعباسيين هم أول من أسسوا، طبعا ما كان اسمه وزارة، ولكن يمكن النظر إلها على أنها أول وزارة أو إدارة لإدارة النفط فيها. ولو نظرنا إلى منطقة العراق بالذات ومناطق من إيران، نجد أن كلمات مثل القيارة أو ذيقار أو غيرها كلها بسبب وجود النفط على سطح الأرض فيها.